لكن انا متاكد ان هو هيخلص بسرعه في ظل المجهودات الجميله بتاعتكم، وانا بتعهد قدام شركه النادي وبتعهد قدام محامين سوهاج كلها ومحامي مصر كلهم، اي دعم من اي نوع للنادي او للنقابه اعتبره خلصان ان شاء الله باذن الله. يعني سعادة البلغة وشرف ليا ان انا كنت موجود في السوق النهارده، وبنقول ان اي دعم من اي نوع، واعتقد ان احنا التعاون بينا يعني مستمر بشكل دائم ان شاء الله بشكل دائم. شكرا وزير. Next one.